بعض المتتبعين جريدة حلوانكم. اليوم معنا أشرف شوقي اللي بغي يتكلم لنا على القضية اللي وقعت مدينة الضامدة وبالضبط عين الشق حمزة اللي توفى الله يرحمه ويعني هذا الخبر. اليوم بغينا يقربنا من أسباب الجريمة اللي وقعت. المهم كانوا باركين الدراري بحال هكا بيناتهم سكرانين شوي على قبل واحد الموطور ياك شويه واحد الدري ولد دربنا كانوا حمزه كانوا كيدوروا كل واحد راكب على موطور فهمتي الدري الاخر كان طاح بموطور طاح بحال هكا هزو هذاك يوسف هزو حطوا ليه في الدريبه باش ما يبقاش يطيح به كل شويه فهمتي حيت كان مفوت شويه هذا الموطور ديال حمزه لا ديال الدري الاخر اللي عنده المشكل مع حمزه لا مش عنده مشكل كانوا تناقروا بيناتهم ياك صافي جا بحال هكا الدري هبط عندنا للدرب وحمزه بحال هكا شوي وتفكر تليفونه نسى على الموطور وتفكر تليفونه دا ليه شي واحد والمار طاح ليه والموطور حتى هو نسى راه حطو عند الدري فهمتي نسى راه الدري جاهز ليه موطور قال لي هو عندي في الدريبه صافي بقى بحال هكا شوي شكون كيكون مع حمزه الدراري بحال هكا شي حمزه بحال هكا قال هادو شكوا فيا وما شناو بقاو مناقرين مغاوشين شويه ضربوا بيناتهم جاو الدراري فكوا شويه جا داك الدري اللي كان عنده الموطور قال لي مالكم الدراري قال لهم قالوا ليه الموطور ديال الدري رد ما عرفتش شكون اللي داه ليه ياك وتليفونه ويقول لي لا الموطور راه عندي في الدريبه تليفونه ما عرفتش ايه صافي بقاو مناقرين بحال هكا قال لي مالك جاي حمزه بحال هكا ويتلقى ليه يوسف قال لي مالك بحال هكا بقاو مناقرين صافي ضاربوا بقاو ضاربين بحال هكا الاخر ضاربوا يعني في الدرب ضاربوا بيناتهم بحال هكا في الدرب شويه الاخر لا فكوهم الناس وحمزه بحال هكا تما هابط في حالاته ما دخلوش الوالدين مع بعضياتهم يفكوا هاد المشاكل لا دخل غير عم حمزه بغى يدخل بيناتهم صافي جا بحال هكا حمزه هبط للدار هبط لتحت للدرب الاخر طلع للدار جاب هز خوه وجاب معاهم هازين جناو هادو اللي ضربوا مع حمزه زيد هزوا جناو بحال هكا جاو ضربوا معاه بحال هكا حمزه هرب صافي بقاش مده بحال هكا حمزه كي شحال ديال المده وهما عندهم نزاع مع بعضياتهم تقريبا شي شهر يعني شهر هما تيقلبوا عليه بغاو وكل واحد غابر القنت مش فاهمش كيجيو في شي لقطه وكيعاودوا يرجعوا صافي بحال هكا بقاو بحال هكا كل واحد وغابر واحد النهار دابا واحد كيطلع عند واحد واش فهمتي حمزه كيبغي يرد قال اخر حتى هو كيبغي يضرب كيبقاو بحال هكا غاديين في الصداق واحد النهار ما يحاولوش يدخلوا الناس الاصدقاء ديالهم يفكوا المشكل قبل ما يكبر يوصل لهذا الشيء لا جاو شي دراري بغاو يدخلوا بيناتهم وصافي حتى شي واحد فهمتي شويه كيقولوا شويه حمزه كان باغي يتسامح هذاك الدري اللي باغي يسامحهم قال غادي نديه شي واحد تحت منه الغدار ولا شي لعيبه يولي الدار بحال هكا شكون جابو انا اش فهمتي الدري رجع دخل سوق راسو رجع اللور خلاهم حتى واحد ما بغى يتسامح صافي بحال هكا جا واحد النهار حمزه وقف معانا بموطور جا كيسول على واحد الدري شوي قلنا له لا ما كاينش الدري بقى بارك معانا كيدوي معانا شويه ويبان لينا الدري وما يقولوا لي راه هو الدري اللي كتقلب عليه مشى قال لنا تا الله والخوش بحال هكا ديمارا الموطور مشى عنده هذا اللي قتل لا حمزه مشى عند الدري بقى واقف معاه المشكل لا مشى عند الدري صاحبه هذا فهمتش على اساس باش يصلحوا الامور لا كانوا اكيد هو هذا بغى يدوي معاه بحال ولد الدرب باغي في شي حاجه الامور بينات لا بعاد على بعاد على المشكل صافي بحال هكا داوين شويه ويتهبط اس اش موطور اس اش هبط جاي مقصد البلاصه اللي كان فيها في الاول مقصد حمزه البلاصه اللي كان فيها في الاول هما راه دازوا من حداه ولكن جاي مقصد البلاصه اللي كان فيها في الاول اللي كان فيها المرحوم بالضبط البلاصه اللي كان معانا فيها في الاول قبل ما يمشي جاي مقصد ما لقاش الدوره اللي غيدوروا كيبان لهم واقف جابوا الدوميتور حتى
تما غاديين عندو انا كيبان ليا الله راني ها السيف. قلت للدراري قلت للدراري هادو ما كان عامر ولا كان لا كان الدرب عامر شويه الدراري باركي لاعبين كارطا وسميش. وقلت للدراري بحال هكا قلت لهم مالو مالو ناضوا شافوا بحال هكا ما وصل حدا حمزه صافي نقص بحال هكا يلا غيهبط عليه ساعة الدراري غاوشوا بحال فوق موطور عاطي بالظهر فهمتي كان عاطي بالظهر وكيدوي مع الدري شويه مع سمع الغاوشه غيدور جاتو الضربه لاح الموطور ويهرب ضرب الضربه الاولى ما عرفتش واش في كتفه ولا في راسه ياك هرب بقاو تابعين وهذاك مول واحد هما كان مول اس 11 وبجوج الخوت بجوج وواحد مول 33 هاد الخوت بجوج عندهم معاهم مشكل الخوش بجوج هو اللي عندهم معاه مشكل مع حمزه وهذاك الاخر غير جا مع الفريق جايبو بالموطور فهمت حتى هو ضرب ولا ما ضربش هو عكلو بالموطور فاش طيحو فهمتي دابا حمزه بقى هز الضربه الاولى بقى غادي هربان وصل حدا واحد القهوه قريب لدربهم بغى يلا يبغي يهرب بحال هكا ويعكلو مول اس 11 عكلو طيحو النوضه اللي باغي ينوض يكمل يهرب هي فين ضربوا الاخر بساطور ضربوا الفخده الفخد اليسري ضربوا عاوتاني بقى غادي ندخل الدريبه دخل لدارهم لقى البيبان مسدودين شدوا في الدريبه بقاو كيضربوا فيه بسميشو بقاو كيضربوا فيه بالجناو بالسيوف بحال هكا صافي الدراري اللي جايين حنا كنجريو الدخله اللي غندخلوا عنده خرج الدري الكبير خرج بحال هكا مشارك في موطور الاخر هشام خرج ويطلق فيزيه في السماء طلقه في السماء بقى كيخسر الهضره ويركب في موطور ونجي حنا دخلنا عند حمزه لقيناه كامل دمايات وهادي صافي الدراري بداو كيحزموا ليه في رجلو حيت تقطعات ليه العصبه ديال الرجل لتحت بقاو كيحزموا ليه في رجلو صافي عطاو الماء بحال هكا صافي جات لومبيلونس لومبيلونس بعدا تعطلات واحد شويه واش هاد الناس اللي عندو معاهم المشكل واش عندو بهم علاقه من قديم ولا الدرب ولا كيسكنوا بعاد على المنطقه اللي هي عين الشق لا هما ولاد الدرب عين الشق ولاد المنطقه يعني كابرين مراه عين الناس في المنطقه يعني كانت صداقه من الطفوله ولا كانت من الطفوله ما بين الاسباب ما تقدرش تعرف قربنا بحال اش اسباب الاسباب اللي جعلتهم في المشكل اللي وصلتهم لهذا الشيء هي على قبل هذاك التناقر وسميتو واحد باغي يتدخل فهمتي بقاو مناقرين على والو صافي تناقروا بيناتهم وما يتضاربوا الضربوا هي فين جا الضربوا يعني على الحقد اللي كان بيناتهم دار مده 7 شهور لا شي شهر بحال هكا شي شهر هما عندهم الحق مع بعض عاد جاو في ديك الليله فين مات في الدري فين وحمزه كي كانت السمعه ديالو في ديك المنطقه مع الجيران مع الوليدات هو على قبل سميتو كان كان فهمتي الدرويش هي اللي كيجبدو سميتو كيضارب معاه فهمتي هو ضريف مع بنادم و واش كان بلي حمزه ولا ما كانش مبلي كان مبلي كيكمي الحشيش كيشرب الحشيش ما كانش كيكمي بزاف الحشيش فهمتش كان قاطع كان كيشرب بعض المرات صراحه يعني البليه كيديرها بعض المرات البليه كيدير يعني هذا النزاع اللي هو كان خفيف ومن بعد تطور بسبب الحق اخر كلمه اللي تبغي تقول للوليدات الله يهدي الشباب وصافي الله يهدي الشباب بنادم يدخل سوق راسو فهمتي يعني بنادم ضروري خصو يدير الحيطه والحذر من الاصدقاء ديالو ما يبقاش يتشاف الناس ويحاولوا يبعدوا من المشاكل نسولك هاد الناس سمعنا بلي اتصلوا به قبل ما يجيو يرتكبوا الجريمه اشرح لي هاد القضيه قال لك دابا فاش كان واقف معنا هو كان واقف معكم على رجلي او بموطور لا بموطور كان واقف معنا وصلوا الابيل اللي وصلاتو راه واقف معانا هادشي علاش فاش كانوا هابطين باس اش جايين مقصدين البلاصه اللي كان معانا فيها في الاول حيت راه دازو من حدا واش فهمتي دابا كاينه حنا واقفين هنا وكاين الدوره من اللي كتهبط هو واقف في العند ديال الدوره ودازو من حدا هما جايين مقصدين الابيل اللي وصلهم على اساس راه واقفين حدا البلاصه الفلانيه واقف مع الدراري جاهم قصدين تما منين ما شافوش ما قالوا منين ما شافوش رجع بحال هكا دور الاخر راسو كيبان ليه
هو رجع لي. اش كيبان لك هذه القضيه؟ واش كانوا يعني كيخططوا ليه باش يقتلوه في النظر ديالك؟ هما كانوا فهمتي كانوا على اساس سيضربوه ولا ما فهمتش، ما عرفتش شنو تحت راسهم هما، كل واش كيفكر شنو يدير فهمتش. شكرا لك خويا حسام، قربت من التفاصيل ديال الجريمه كامله، وشكرا بعد اللزوم على الاب ديال حمزه الله يرحمه ويسعد قتل القبور.